ليه الأجسام بتسقط على الأرض؟ سؤال يبدو إن هو سهل وبسيط، لكن في الواقع السؤال ده كان من أصعب 3 أسئلة واجهوا الجنس البشري على الإطلاق. الأسئلة دي كانت السبب في نشأة علم الفيزياء وفي الثورة العلمية وفي الحضارة البشرية عموما. إجابته إيه وإزاي جاوبناه وإيه هما السؤالين التانيين؟ ده اللي هنعرفه بالظبط، لكن بعد الفاصل. السلام عليكم. على عكس المتعارف عليه، اول تفسيرات علميه للجاذبيه ما كانتش على ايد العالم اسحاق نيوتن، دي كانت قبل ما يتولد نيوتن ب2000 سنه في العصور اليونانيه القديمه. الفيلسوف اليوناني ارسطو كان متوقع ومعتقد ان الكون عباره عن شويه دوائر فوق بعض، الدايره الاولى هي الارض، بيحب الارض الميه، بيحب الميه الهواء، وبيحب الهواء النار، والترتيب ده تم بناء على الكتل التقيل تحت والخفيف فوق، يعني الارض اتقل من الميه والميه اتقل من الهواء والهواء اتقل من النار وهكذا. وده اللي خلاه يتوقع زي ما قلنا في حلقات ميكانيكا الكم لو انتم فاكرين، ان المواد نفسها بتتكون من خليط من الاربع عناصر دول. وبناء على افكاره ومعتقداته دي بدا ان هو يفسر الجاذبيه من هذا المنطلق. قال يا جماعه مش كل المواد بتنجذب للارض، دي بتترتب على حسب ترتيب طبقات الكون نفسه، اللي فيه ارض هيروح للارض، واللي فيه ميه هيروح للميه، واللي فيه هواء هيروح للهواء، واللي فيه نار هيروح للنار. وهو ده السبب اللي بيخلي مياه البحار والمحيطات بتطفو على وش الارض، واللي بيخلي الهواء نفسه موجود فوق الميه، واللي بيخلي الشمس او النار موجوده فوق ده كله. قالوا طب يا عم ارسطو، دي بالنسبه للمواد اللي هي عباره عن ارض وهواء وميه بشكل صريح. بالنسبه بقى للمواد اللي بتبقى عباره عن خليط من الاربع عناصر دول زي الحديد والخشب والنحاس، ازاي المواد دي بتتحرك او بتنجذب للارض؟ قالوا سهله جدا وبسيطه، على حسب نسب العناصر اللي بيتكون منها المواد دي. اللي فيه ارض اكتر هيبقى اتقل وهيسقط ناحيه الارض بشكل اسرع، واللي فيه نسبه الارض اقل هيبقى اخف وهيسقط ناحيه الارض بشكل ابطا. ارسطو بعد ما فسر ليه الاجسام بتسقط على الارض سمى حركه سقوط الاجسام دي بالحركه الطبيعيه، يعني ما بتحتاجش اي حد يتدخل فيها، لا بتحتاج حد يزقها ولا يحركها ولا بتحتاج اي قوه اساسا. وبالتالي زي ما في حركه طبيعيه لازم يكون في حركه غير طبيعيه. ارسطو قال ما فيش حاجه بتتحرك بدون وجود محرك، والمحرك ده لازم يكون على اتصال دايم بالمتحرك. طب يا عم ارسطو تفسر بايه الطوبه اللي احنا بنرميها او السهم او المقذوفات عموما؟ كل الحاجات دي بتفضل تتحرك بعد ما تسيب المحرك او بعد ما تسيب ايدينا. قال لهم مش معنى ان انتم مش شايفين المحرك ان المحرك ده مش موجود. السهم اللي بيتحرك في الهواء ده بيبدا ان هو يخلخل الهواء من قدام، ويرجع الهواء ده يزق السهم من ورا، ويفضل يحرك السهم بشكل مستمر، بمعنى ان الوسط اللي بيتحرك فيه الجسم المقذوف هو اللي بيكمل الحركه للجسم المقذوف نفسه. وان كنتوا بتشوفوني دلوقتي ومش مصدقين الناس ازاي كانت مقتنعه بافكار ارسطو عن الحركه وعن الجاذبيه وشايفين الكلام ده غريب، احب اعرفكم ان افكار ارسطو فضلت منتشره لمده تقرب من 2000 سنه، هي دي افكار الناس عن الكون والحركه والجاذبيه، لحد ما جه العالم جاليليو في القرن ال16 وبدأ يدمر كل أفكار أرسطو عن الحركة. جاليليو كان مدرس في جامعة بيزا في إيطاليا، واستغل وجوده هناك وطلع في برج بيزا وجاب كورة من المعدن وكورة من الخشب ورماهم من قمة برج بيزا، ولاحظ إن الكورتين وصلوا للأرض في نفس التوقيت. معنى كده إن الأتقل أو اللي فيه أرض أكتر موصلش للأرض أسرع زي ما ارسطو قال. ارسطو يا بروف ليه التجربه دي ما بتنجحش لو جبت كره من معدن مثلا وورقه او ريشه واسقطتهم مع بعض؟ قال لهم لا، انتوا فاهمين الموضوع غلط، المفروض نظريا الاثنين يسقطوا في نفس الوقت للارض، لكن اللي بيحصل ان الهواء نفسه هو اللي بيقاوم حركه الريشه الخفيفه جواه. طبعا في القرن ال16 ما كانش ينفع انك تعمل التجربه دي في وسط ما فيهوش هواء، لكن في القرن ال20 التجربه دي اتعملت بالفعل في رحله ابولو 15 لما رائد الفضاء ديفيد سكوت مسك ريشه ومسك مطرقه حديد ورماهم على سطح القمر
ولقى ان الاتنين سقطوا في نفس التوقيت وبنفس السرعه، ده لان القمر ملوش غلاف غازي وبالتالي مفيش هواء يقدر ان هو يقاوم حركه الريشه. ده بجانب ان في مختبرات حاليا بيكرروا فيها نفس التجربه وبيلاقوا ان الكوره والريشه بيسقطوا فعلا بنفس السرعه وبيوصلوا في نفس التوقيت للارض زي ما قال جاليليو. وبكده نقدر نقول ان جاليليو في وقته قدر ان هو يشكك الناس في كلام ارسطو لما اثبت ان مش الكتله الثقيله هي اللي بتوصل للارض اسرع ولا حاجه، وان كل الكتل بتوصل او بتسقط على الارض بنفس السرعه وفي نفس التوقيت، وبالتالي ما بني على باطل فهو باطل، وتفسير ارسطو للجاذبيه غير صحيح. جاليليو بس ايده وش وظهر وقال لك الحمد لله كده رضا، انا كده بوظت للراجل تفسيره للجاذبيه، فاضل بس ابوظ له تفسيره للحركه كمان. جاليليو قال يا جماعه اثناء تجربه برج بيزا انا لاحظت حاجه مهمه جدا، الكور وهي ساقطه ما كانتش بتسقط بسرعه ثابته، دي كان لها تسارع او بمعنى تاني سرعتها بتتغير، تحديدا قيمه السرعه بتزيد 9.8 متر كل ثانيه، يعني بعد اول ثانيه كانت سرعه الكوره 9.8 متر على الثانية، بعد تاني ثانية اضرب السرعة دي في 2، بعد تالت ثانية اضرب السرعة دي في 3، يعني الكورة بقى لها تسارع ثابت مقداره 9.8 متر على الثانية تربيع، وده هو اللي اوحالي بالفكرة اللي هدمر بيها كلام ارسطو على الحركة. قال تخيلوا ان انا جبت منحدرين لهم نفس الميل، المنحدرين دول ملهمش اي قوة احتكاك، ثانيا موجودين في اوضة مفيش فيها اي هواء، وبالتالي الهواء مش هيبطأ من سرعة الاجسام اللي بتسقط. افترضوا ان انا جبت كورة وسقطتها من على ارتفاع معين من المنحدر الاول، المفروض ان الكورة دي وهي بتسقط سرعتها هتفضل تزيد لحد ما توصل لاقصى سرعه ليها عند قاع المنحدر الاول، بعد كده الكره دي هتبدا ان هي تتحرك وتطلع على المنحدر الثاني، ومن المفترض ان سرعتها تقل وهي ماشيه بنفس السرعه اللي كانت زايده بيه وهي بتسقط من على المنحدر الاول، لحد ما توصل لنفس الارتفاع بتاع المنحدر الاول لكن على المنحدر الثاني، ساعتها سرعتها هتساوي صفر، وده طبيعي جدا لان السرعه اللي اكتسبتها وهي ماشيه في اتجاه الجاذبيه هتفقدها وهي ماشيه في عكس اتجاه الجاذبيه، وبالتالي هتوصل لنفس الارتفاع في المنحدرين. جاليليو قال لك تخيل بقى انا جيت على المنحدر الثاني وميلته بزاويه اكبر، ساعتها هلاحظ ان الكوره هتبدا ان هي تقطع مسافه اكبر عشان توصل لنفس الارتفاع بتاع المنحدر الاولاني. قال طب تخيلوا بقى انا جيت وخليت المنحدر الثاني ده مايل بشكل افقي تماما على الارض، وقتها مش هيبقى فيه ارتفاع عشان تفقد بيه الكوره سرعتها، ومفيش هواء يعوق حركتها، ومفيش قوه احتجاج عشان توقفها، وبالتالي المفترض ان الكوره دي تفضل تتحرك الى ما لا نهايه، وبالتالي ارسطو غلطان في تفسيره للحركه، السهم اللي بيتحرك مش محتاج محرك ملتصق به بشكل دايم، ده المفروض ان هو ما دام اتحرك يفضل يتحرك الى ما لا نهايه ما دام مفيش حاجه هتوقفه، ما دام مفيش هواء، ما دام مفيش قوه احتكاك، المفروض السهم ده يفضل يتحرك الى ما لا نهايه، وبالتالي فكره المحرك والمتحرك مش صحيحه. وكان السؤال المطروح على جاليليو وقتها ان انت فعلا قدرت تدمر كلام ارسطو، لكن انت كجاليليو عندك تفسير للجاذبيه او تقدر تقول لنا ليه الاجسام بتسقط على الارض؟ قال لهم لا والله ما عنديش اي تفسير، لكن كل اللي اعرفه ان الاجسام اللي ساقطه دي سرعتها بتزيد مع الوقت، الهواء نفسه ما بيبطئهاش وهي ماشيه، وبالتالي الارض نفسها فيها حاجه بتشدها وبتزود السرعه دي بالوقت. في الفتره دي كان في صراع تاني اشد واعنف على مركزيه الارض، فريق من سنه 300 قبل الميلاد بيقول ان الارض هي مركز الكون وكل حاجه بتدور حواليها في دوائر منتظمه ودول على راسهم ارسطو، ودول لما عملوا نموذج لحركه الكواكب في السماء اضطروا ان هم يخترعوا مدارات فرعيه جوه المدارات الرئيسيه، بجانب ان هم كل شويه يزودوا في سرعه الكواكب ويبطئوا من سرعه الكواكب بشكل عشوائي عشان يتوافق مع اللي شايفينه في الواقع، والنموذج ده كان فاشل فشل ذريع ولكن الغالبيه العظمى كانت مؤمنه بيه. وجيل تاني اكثر حداثه بيقول ان الشمس هي مركز الكون وكل حاجه في الكون بتدور حواليها بما فيها الارض في دوائر منتظمه، ودول كان على راسهم عالم الرياضيات والفلك نيكولاس كوبرنيكوس. وبرغم انهم نجحوا يعملوا نموذج اكثر محاكاه للواقع اللي هم بيشوفوه، لكنهم اضطروا برضو ان هم يستخدموا المدارات الفرعيه عشان يفسروا حركه بعض الكواكب، لكنهم قدروا ان هم يثبتوا سرعه الكواكب وما يلعبوش فيها. والنموذج ده مش بس كان فاشل الى حد كبير، لكن كمان كان جمهوره قليل. مين بقى اللي كان واقف لارسطو على الواحده وعامل نقره بنقره وعايش في الفتره دي؟
ايوه هو بالظبط جاليليو. جاليليو في الوقت ده كان اخترع التلسكوب بتاعه وبدأ ان هو يبص على السماء. هو تقريبا ما كانش بيبص على السماء، هو يعني كان بيبص على اي حاجه ارسطو قال فيها راي. المهم ان جاليليو لاحظ ان القمر مش مسطح، ده مدور وفيه مرتفعات ومنخفضات، ولاحظ ان ضرب اللبن او ضرب التبانه مش سحابه ضوئيه ولا حاجه، ده تجمع لعدد هائل من النجوم، ولاحظ كمان كوكب المشتري وشاف الاربع اقمار الكبار بتوعه وهم بيدوروا حواليه. وبالتالي قالك يعني مش كل حاجه بتدور حوالين الارض اهوت زي ما الناس بيقول، يعني مش لازم نكون احنا مركز الكون ولا حاجه. وبدا يدعم وجهه نظر كوبرنيكوس بكل ما اوتي من قوه. لكن جاليليو كان بيدافع باستماته اكتر من صاحب القضيه نفسها، وكان صوته عالي ولسانه طويل، والافكار دي كانت ضد معتقدات الكنيسه وقتها، وبالتالي اتهموه بالهرطقه وقعدوه في بيته وانتهت مسيرته العلمية. لكن طبعا دايما الافكار لها اجنحة، واللي اتولد في ايطاليا كان مكتوب له انه يتولد من جديد في المانيا. عالم رياضيات الفلك يوهانس كيبلر جه عشان يكمل المسيرة، وقال يا جماعة نموذج كوبرنيكوس هو النموذج السليم، والشمس فعلا مركز المجموعة الشمسية او مركز الكون على حسب مفهوم الكون وقتها، والكواكب بتدور حواليها، ولكن انا عندي تعديلات بسيطة. كيبلر عمل ثلاث قوانين بيوصف بيها حركة الكواكب في المضرب بتاعها، وقال ان مدارات الكواكب مش دوائر منتظمه، دي مدارات بيضاويه او اهليجيه، وان حركه الكواكب بتبقى اسرع وهي قريبه من الشمس، وبتبقى ابطا كل ما بتبعد عن الشمس. نموذج كيبلر نجح نجاح منقطع النظير، لانه كان اكتر نموذج بيحاكي الواقع زي ما الناس شايفاه، ولكن كان بيعيبه حاجتين. اولا قوانين كيبلر ما كانش لها اثباتات رياضيه، ثانيا مش معروف ايه السبب اللي بيخلي الكواكب تتحرك بالمنظر ده. لكن في النهاية المجتمع وقتها بدأ يقتنع بمركزية الشمس. اسحاق نيوتن في الفترة دي كان طالب في الكلية، وكان بيدرس كلام ارسطو جاليليو وكوبرنيكوس وكيبلر، ولكن الطاعون ضرب انجلترا واضطروا ان هم يقفلوا الجامعة، واعتقد كل الطلبة في الفترة دي فرحوا بالموضوع ده الا نيوتن، قعد في البيت يذاكر ويدح عشان يكون وجهه نظر خاصه بيه عن الموضوع. وما تقدرش تقول ان هو كون وجهه نظر خاصه بيه قوي، هو حسم الموضوع. نيوتن قال ان ادق كلام اتقال عن الحركه هو كلام جاليليو، ولكن كلام جاليليو محتاج ان هو يتصاغ في صوره قوانين، وعمل ثلاث قوانين مشهوره لوصف الحركه. اولا الجسم بيفضل يعمل اللي هو بيعمله، لو بيتحرك هيفضل يتحرك، لو ثابت هيفضل ثابت مدام ما أثرتش عليه قوة. وسمى القانون ده بالعطالة أو القصور الذاتي، بمعنى إن الجسم عاطل أو قاصر على إحداث تغيير من تلقاء نفسه. طب في حالة إن أنا جيت وأثرت على الجسم ده بقوة، ساعتها هنلجأ للقانون التاني، لو جيت أثرت على الجسم العاطل ده بقوة ساعتها الجسم ده هيغير من وضعه، لو ثابت هيبدأ إن هو يتحرك، لو بيتحرك سرعته هتزيد أو سرعته هتقل على حسب اتجاه القوة اللي بتأثر عليه. عملية التغير في السرعة دي زي ما قلنا قبل كده اسمها تسارع، بمعنى لو في قوة أثرت على جسم هتخلي للجسم ده تسارع، التسارع ده يا إما بالزيادة أو بالنقصان، ولكن الجسم دايما بيقاوم التسارع، والحاجة اللي بيقاوم بيها التسارع هي عبارة عن كتلته، كل ما كانت الكتلة كبيرة كل ما بقى صعب أعمل للجسم تسارع. لو الجسم ده تقيل وثابت بيبقى صعب عليا احركه، ولو الجسم ده تقيل وبيتحرك بيبقى صعب عليا اوقفه. وبناء على الكلام ده نيوتن استنتج القانون الثاني للحركه، وقال ان القوه بتساوي الكتله في التسارع، او بصيغه ثانيه التسارع بيساوي القوه على الكتله، لو زادت القوه هيزيد التسارع، ولو زادت الكتله هيقل التسارع. اما القانون الثالث بيقول ان لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد في الاتجاه، بمعنى ان انا لو جيت ضربت الحيطه بايدي فالحيطه كمان بتضرب ايدي بنفس القوه. على سبيل المثال لو عربيه رشقت في حيطه مثلا، فالعربيه نفسها بتتدمر، لان العربيه زي ما اثرت على الحيطه بقوه الحيطه اثرت هي كمان على العربيه بنفس القوه. نيوتن طبق قوانينه على كل حاجه بتتحرك على الارض، والقوانين نجحت نجاح باهر، لكن كل ده
ونيوتن ما جاش في باله يفسر الجاذبية لحد ما جت اللحظة الحاسمة ونيوتن قرر انه يقعد تحت شجر التفاح وتسقط تفاحة على دماغه. نيوتن طبعا ما سألش نفسه ليه التفاحة سقطت على الارض، وإلا كان يبقى متخلف. السؤال ده بيتسأل من اكتر من 2000 سنة، لكنه سأل نفسه اسئلة تانية، وهو ده اللي كان مختلف في نيوتن. اولا، هل الجاذبية بتأثر على القمر زي ما أثرت على التفاحة اللي سقطت على الارض؟ ثانيا، لو الجاذبية فعلا بتأثر على القمر، ليه القمر نفسه ما بيسقطش على الارض زي التفاحة؟ وعشان يجاوب على الاسئلة دي، فزي ما بيقولوا طباخ السم بيدوقه، كان لازم يطبق ويستخدم قوانينه. القانون الاول بيقول ان الجسم قاصر او غير قادر على احداث تغيير من تلقاء نفسه. هل الكلام ده ينطبق على القمر؟ القمر بيتحرك، وبالتالي من المفترض انه يفضل يتحرك الى ما لا نهاية. بس لحظة، القمر ما بيتحركش في خط مستقيم، القمر بيتحرك حركة دائرية. معنى كده ان القمر بيغير من اتجاه حركته كل لحظة. القمر مش عاطل، ما ينطبقش عليه قانون القصور الذاتي، ده في قوة بتأثر عليه وبتغير من اتجاهه كل لحظة. القوة دي وارد انها تكون قوة الجاذبية، وساعتها يبقى القمر بيسقط على الارض بس احنا اللي مش مدركين. تعالوا نتخيل ان القمر قاصر وعاطل ومفيش قوة بتأثر عليه، وبالتالي في خلال ثانية مثلا القمر هيتحرك في خط مستقيم من النقطة دي لحد النقطة دي. لكن مش ده الواقع ومش ده اللي بيحصل، القمر بيتحرك في مسار دائري. معنى كده ان في خلال الثانية دي القمر سقط المسافة الرأسية دي. معنى كده ان القمر بيسقط على الارض في كل لحظة، والحاجة الوحيدة اللي بتمنعه من السقوط بشكل مباشر ان هو كان بيتحرك من الاساس، وبالتالي محصلة حركته في خط مستقيم وقوة جذب الارض ليه دايما بتحافظ على القمر في المدار بتاعه. نيوتن قال لك عظيم، دلوقتي القمر بيسقط على الارض زي التفاحة، بس هل الجاذبية بتأثر على القمر زي ما بتأثر على التفاحة؟ في النهاية لقى نفسه عشان يقدر يجاوب على السؤال ده لازم يقارن ما بين سقوط الاثنين. طب يا عم نيوتن، انت هتحتاج لايه بالظبط عشان تقدر تقارن؟ محتاج كتلة التفاحة، القمر، حجمهم، شكلهم، انت محتاج ايه بالظبط؟ قال لا طبعا، لا هحتاج لا ده ولا ده. جاليليو قال ان كل الاجسام بتسقط على الارض بنفس التسارع، فمش هيفرق بقى تقيله خفيفه مدوره مكعبره، كله بيسقط على الارض بنفس التسارع، وبالتالي لازم اقارن عن طريق التسارع. لو لقيت ان تسارع القمر اختلف عن تسارع التفاحه، معنى كده ان قوى الجاذبيه مختلفه ما بين الاثنين. تسارع التفاحه واي جسم على الارض سهل وبسيط، وجاليليو حسبه قبل كده 9.8 متر على الثانية تربيع. الفكرة كلها في تسارع القمر. تسارع القمر هو مقدار التغير في السرعة أثناء السقوط، والسرعة هي مقدار التغير في المسافة، يبقى التسارع مقدار التغير في التغير في المسافة. من الآخر، كل اللي كان عايزه نيوتن انه يحسب المسافة دي ويحسب هي بتتغير قد ايه مع الوقت. وهبقى اسيب لكم دوكومنت في الديسكريبشن بتاع الفيديو بيوضح ازاي نيوتن قدر يحسب التسارع بتاع القمر. عشان وقت الحلقة، كل حاجة في الدوكومنت سهلة وواضحة وبسيطة ما عدا نقطة واحدة فقط، الزمن اللي بياخده القمر عشان يعمل دورة كاملة. هتلاقوا ان في الحسابات ان زمن الدورة محسوب انه 27.3 على الرغم ان الشهر القمري او العربي بيتم في 29.25، وده لان اثناء دوران القمر حوالين الارض الارض نفسها بتتحرك، وبالتالي القمر بياخد وقت اطول عشان يكمل الشهر، وبالتالي الشهر العربي اطول من زمن الدورة الواحدة للقمر. المهم، ما علينا في الحلقة دي من الحسابات والارقام، نيوتن لما حسب التسارع بتاع القمر لقى ان التسارع بتاعه 27.10 متر على الثانية تربيع، في حين ان تسارع التفاحة زي ما قلنا 9.8 متر على الثانية تربيع، بما يعني ان تسارع التفاحة اكبر ب 3600 مرة من تسارع القمر. معنى كده ان كل ما زادت المسافة بتقل قوة الجاذبية وبتقل بقدر كبير. نيوتن لاحظ ان المسافة من مركز الارض للقمر اكبر ب 60 مرة من المسافة من مركز الارض للتفاحة، ومربع ال 60 بيساوي 3600، يعني النسبة ما بين تسارع التفاحة والقمر بيساوي النسبة ما بين مربع المسافة ما بين الاثنين. وبالتالي نيوتن استنتج ان التسارع بيتناسب بشكل عكسي مع مربع المسافة. كل ما زادت المسافة للضعف
كل ما قلت الجاذبية للربع، عشان كده كان تسارع القمر أقل بكتير جدا من تسارع التفاحة. وبناء على الكلام ده، قوى الجذب اللي بتأثر على القمر أقل بكتير جدا من اللي بتأثر على التفاحة. لكن هل المسافة وحدها هي العامل الوحيد اللي بيأثر على التسارع؟ نيوتن قال لا طبعا. القانون الثالث بيقول إن لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه، وبالتالي زي ما الأرض بتأثر على التفاحة بقوة الجاذبية وتخلي لها تسارع، التفاحة كمان بتأثر بنفس مقدار القوة على الأرض وبتخلي لها تسارع. أو يعني زي ما الأرض بتشد التفاحة ناحيتها، التفاحة هي كمان بتشد الأرض ناحيتها. طب ليه نيوتن وإحنا عايشين على الأرض مش بنحس بتسارع الأرض ناحية التفاحة زي ما بنشوف التفاحة وهي متسارعة ناحية الأرض؟ نيوتن قال اللي هيجاوب على السؤال ده مش أنا، القانون الثاني للحركة. الكتلة زي ما قلنا في القانون الثاني بتقاوم التسارع. معنى كده القوة اللي بتأثر بها الأرض على التفاحة الصغيرة اللي وزنها خفيف بتخلي التفاحة تتسارع بشكل كبير، لكن نفس القوة لما تأثر بها التفاحة على الأرض التقيلة بتخلي تسارعها قليل جدا. ولو جيت تحسب المسافة اللي اتحركتها الأرض ناحية التفاحة هتلاقيها أصغر بمليار مرة من قطر بروتون واحد. معنى كده إن كل ما زادت كتلة الجسم اللي بيشد بيخلي الأجسام تتسارع ناحيته بشكل أكبر، وبالتالي التسارع كده بيتناسب بشكل طردي مع كتلة الجسم اللي بيشد. وكنا قايلين انه بيتناسب عكسي مع مربع المسافة، يعني التسارع بيساوي ثابت في كتلة الجسم اللي بيشد على مربع المسافة ما بين الجسمين. ونيوتن بعد كده سمى الثابت ده بثابت الجذب العام. طب ده بالنسبة للتسارع. لو انا بقى عايز احسب قوة الجاذبية، القوة نفسها اللي بتأثر مش التسارع، نيوتن قال لك سهلة من القانون الثاني للحركة. القوة اللي بتأثر على جسم وبتخليه يتسارع بتساوي كتلة الجسم اللي بيتسارع أو اللي بيسقط مضروبة في تسارعه، والتسارع زي ما قلنا بيساوي كتلة الجسم اللي بيشد مقسوم على مربع المسافة ما بين الجسمين مضروب في ثابت الجذب العام، وبالتالي قوة الجاذبية هتساوي حاصل ضرب كتلة الجسمين اللي ما بينهم تجاذب مضروب في ثابت الجذب العام مقسوم على مربع المسافة ما بينهم، وهو ده قانون الجذب العام. نيوتن لحد ما مات ما كانش قادر انه يحسب قيمة ثابت الجذب العام بشكل عملي عن طريق مثلا انه يجيب كتلتين ويشوف هما يقربوا لبعض قد ايه، لكن بعد وفاة نيوتن بسبعين سنة العالم هنري كافنديش قدر يعمل التجربة دي وقدر يحسب قيمته. ويكفي ان اقول لك ان ثابت الجذب العام بتاع نيوتن من اهم ثلاث ثوابت في الفيزياء مع ثابت سرعة الضوء وثابت بلانك. عظمة نيوتن مش بس في انه قدر ان هو يفسر الجاذبية ويقول ان هي بتأثر على الاجسام البعيدة زي ما بتأثر على الاجسام القريبة ومنتشرة في الكون كله، ده قدر كمان يشوف هي بتعتمد على ايه زي الكتل والمسافات، وقدر ان هو يقيسها بشكل رقمي. وبالتالي كانت الخطوة اللي بعد كده ان نيوتن يجي ويحكم ما بين الفريقين اللي بيتشكلوا على مركزية الارض. نيوتن باستخدام القانون بتاعه قدر انه يثبت قوانين كيبلر ويتوقع شكل المدارات، وقدر انه يحسب كتل الكواكب والمسافة ما بينهم، وقدر بشكل قاطع انه يجزم ان الشمس هي مركز الكون او مركز المجموعة الشمسية وبتدور حواليها الخمس كواكب المعروفة وقتها اللي هم عطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل. نيوتن مات بعد ما حقق نجاحات عظيمة، ولكن بعد وفاته بدأت المشاكل تظهر. سنة 1781 تم اكتشاف كوكب اورانوس على ايد العالم ويليام هيرشل، وبمجرد ما اكتشفه لقى ان المدار بتاعه مختلف تماما عن شكل المدار اللي بيتوقعه قانون نيوتن. معنى كده ان القانون نفسه وارد يكون فيه مشكلة، وبالتالي مفهوم نيوتن عن الجاذبية غير سليم. لكن بعدها تحديدا في سنة 1846 العالم الفرنسي أوربان لوفري افترض ان القانون سليم ومفيش منه مشاكل، وان فيه جسم او كوكب تاني موجود هو اللي بيأثر على شكل المدار بتاع اورانوس. وباستخدام قانون نيوتن قدر أوربان لوفري يتوقع مكان الكوكب الافتراضي ده اللي لحد شافه ولا حد يعرف انه موجود. وبمجرد ما توقعه رياضيا جه بعد كده العالمين يوهان جالي وهنريك دريست ورصدوا الكوكب في المكان اللي قال عليه أوربان لوفري، والمفاجاه انهم لقوه بفارق درجه واحده عن حسابات أوربان لوفري، وفيما بعد سموا الكوكب ده كوكب نبتون. مشكله كوكب اورانوس اتحلت، وبعد ما كان مدار الكوكب نقطه ضعف في قانون نيوتن
أصبح نقطة قوة وإضافة ليه. لكن سنة 1859 جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن، لما العالم أوربان لوفري والعالم سايمون نيوكومب اكتشفوا أن الانحراف في مدار كوكب عطارد مش بنفس القيمة اللي حسبها نيوتن. المدار البيضاوي أو الإهليجي بيبقى فيه نقطتين مشهورين جدا، نقطة اسمها البريهيليون ودي أقرب نقطة للكوكب من الشمس، ونقطة اسمها الإيبيهيليون ودي أبعد نقطة من الكوكب عن الشمس. وعشان الكواكب بتتحرك ومش ثابتة في مكانها، وبالتالي بيبدأ ان هو يختلف تأثير جاذبيتها على بعض، ومع الوقت بيبدأ البريهيليون والإيبيهيليون يترحلوا عن مكانهم الأصلي. ونيوتن كان عارف الكلام ده كويس جدا، وكان حاسب مقدار ترحيلهم لكل كوكب. لكن للأسف الانحراف في مدار كوكب عطارد كان مختلف عن القيمة اللي حسبها نيوتن. نيوتن كان حاسب ان الانحراف في المدار بيساوي 5600 ثانية في القرن، او تقريبا درجة و55%. لكن أوربان لوفري لما جه يرصد الكوكب بشكل فعلي لقى ان الانحراف الفعلي 5557 ثانية في القرن، او درجة و54%، يعني الفرق ما بين الحسابات 1/100 درجة في القرن او في 100 سنة تحديدا 43 ثانية. وبالتالي كان اسهل حل ان هما يكرروا اللعبة. في المرة الاولى قالوا ان القانون غلط وبقى مظهرهم وحش جدا في النهاية، المرة دي بقى هيقولوا ان القانون سليم وهيبدأوا الحل من النقطة دي. واذا كان القانون سليم فلازم يكون في حاجة تانية بتأثر على مدار كوكب عطارد. سهلة المشكلة بقى ان هما المرة دي فضلوا يدوروا على كوكب مفيش، مذنب مفيش، نيزك مفيش، مفيش اي حاجة موجودة بتأثر على مدار الكوكب. وعلى الرغم من ان دي كانت اول مشكلة فعلية تواجه قانون نيوتن، ولكن كان لازم يلاقوا لها حل، والا هيبقى في مشكلة في قانون نيوتن وفي مشكلة في فهم نيوتن للجاذبية، هيبقى ناقص وغير مكتمل. لكن نيوتن قبل ما يموت كان مدرك ان فيه مشكلة كبيرة في فهمه للجاذبية، وكان بيحاول يتجاهلها بشتى الطرق. برغم انه قدر يحسم كل شيء كان عليه جدال، وقدر ان هو يحسب قوى الجاذبية بشكل عددي، لكنه فشل ذريع في معرفة ايه هي قوى الجاذبية اصلا. على سبيل المثال القوى الكهربية عبارة عن حركة للالكترونات، القوى الحرارية عبارة عن حركة لجزيئات المادة نفسها. قوى الجاذبية دي بقى عبارة عن ايه؟ ايه اللي بيخلي الاجسام تأثر على بعضها على امتداد المسافات دي كلها؟ نيوتن للأسف ما كانش عنده اجابة للسؤال ده، هو شايف تأثير القوة لكنه ما كانش يعرف ايه هي القوة دي تحديدا. مدار كوكب عطارد وماهية الجاذبية كانوا اول طبطين يتهدوا في صرح الجاذبية النيوتونية وفي صرح الفيزياء الكلاسيكية عموما، واللي بعد كده ألبرت أينشتاين هياخدهم عشان يقول لنا ان مفيش حاجة اسمها جاذبية وانها مش قوة اصلا، ويبني بيهم صرح جديد اسمه الفيزياء الحديثة. لكن عشان تعرف ازاي مفيش حاجة اسمها جاذبية، لازم الاول تعمل لايك وشير وكومنت، تشترك في القناة، تفعل اشارة الجرس عشان توصلك الحلقة الجديدة اول ما تنزل. قبل ما انسى، السؤالين اللي كنا قلنا عليهم اول الحلقة كانوا الكون بيتكون من ايه وتكون ازاي. بس كده خلاص، سلام.